بيسعدني وبقدر أطرحه، أطرح بمعنى رؤية بصرية جمالية من خلال لوحتي، لكن فيها معنى، يعني فيها الهوية الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر. أحيانا كنت أستخدم الكولاج كمان، كولاج يعني الكولاج ما كان عبارة عن موتيفات جاهزة، لا أنا كنت أعمل برنت في الأول، وبعدين أدخل برضك من شغلي أنا الخاص داخل العمل الفني. مرحلة من المراحل طبعا في تونس، طبعا كونت إبداع نسائي أيام أنا كنت أشتغل في دائرة الثقافة، وكنت مسؤولة معارض، كنت كوميسير لجناح فلسطين في بناء القاهرة الدولي وبناء الإسكندرية لحوض البحر المتوسط الدولي أيضا. في فترة مشاركاتي في الميناليات الدولية كان كم كبير من الفنانين المتميزين، إن كان في مصر أو من دول عربية أو دول أجنبية، بأساليبهم المختلفة كنا نكون موجودين مع بعض. وأعتقد هذا أثر عندي إني أبحث دائما عن ما هو يطور شغلي، يطور لوحات يعني أعمالي بشكل عام، خاصة إنه كنت يعني في هذه المرحلة بالذات كان عندي إحساس إنه أنا طالما أنا كنت كوميسير لجناح فلسطين، أحيانا كنت أعرض، مش دائما بس كنت كوميسير، لا أحيانا كنت أعرض. في فترة ما كنت أنا مسؤولة الجناح الفلسطيني في كم من الجوائز تم، مش هقول إنه والله أنا اللي يعني عملت الشغل عشان أخذت، لا، بس كان لي دور في تنسيق الأعمال، في اختيار الفنانين، في طريقة العرض، في اختيار المكان اللي تعرض فيه. وكان كل أي كوميسير من الكوميسيرات المسؤولين عن البناليات كانوا يتعاطفوا معنا كفلسطينيين ويعطونا الجناح اللي نطلبه اللي يغطي كل المساحة اللي احنا عايزينها. الفنان سليمان منصور فاز جائزة البنالية الكبرى، وفنان جمال أفغاني فاز في يوم من الأيام في بناء الإسكندرية، في فازت فنانة أخرى في بناء الإسكندرية. جناح فلسطين في سنة 94 كنت أنا كوميسير جناح فلسطين، فاز بأحسن كوميسير بين كل الأجنحة اللي كانت موجودة، وهي كان يعني كانت بالنسبة لي نجاح كبير. توطدت علاقاتي مع كافة الفنانين والنقاد التشكيليين، نقاد الحركة التشكيلية المصرية تحديدا. بعدها أنا انتقلت للعمل في سفارة فلسطين في القاهرة، أو بعد عودتي لفلسطين اشتغلت في هيئة الإذاعة والتلفزيون قسم الديكور، ثم انتقلت لوزارة الثقافة. كان دوري في وزارة الثقافة اللي هو اللاندسكيب، اللي هو الجداريات اللي كانت بعد طبعا فترة من الفترات، كان في نوع من يعني أماكن كتير مهدومة، أماكن كتير متروكة. فعملت شغل مع بلدية رام الله، كان في شاب مهندس من البلدية، وأنا غطينا كل رام الله، لأنه بدينا من رام الله على أساس ننتقل للبيرة كمان. أي مكان مساحات كانت فاضية أو يعني مهملة خارج، مثلا في جدار مدرسة، في يعني جدار سينما متروك لآخره، كيف إحنا ممكن نشتغل عليه؟ وعملنا بروجكت كويس وقدمناه لوزير الثقافة فترتها. بس بعدها أنا جيت القاهرة، وفي طبعا أثناء وجودي في القاهرة في السفارة لا شك أنا استفدت كتير من وجودي، لا مش بصفة خاصة أكثر من أنا استفدت في وزارة الثقافة الفلسطينية بشكل عام.
لأنه كان هناك المؤسسات الثقافية المصرية كلها بترحب فينا، بتشجعنا على أنه نطرح أحسن ما عندنا. كنا نعمل استضافات لفنانين، كنا نشارك في كل المعارض تقريبا. كان في أكثر من معرض جيد، لكن على الصعيد الشخصي انطلقت نحو المعارض الدولية من أيام ما كنت في تونس. شاركت في معرض على هامش مهرجان موتريل المسرحي في موتريل في أسبانيا سنة 91، وبعدين وأنا في القاهرة شاركت في، كان عندي معرض خاص طبعا في موتريل، ومعرض خاص كان في بودابست 2003، وبعدين 2008 كان عندي معرض في بولندا في وارسو، بعدين في المغرب عندي معرض كويس في المغرب بدعوة من جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية، كان افتتاحه ممتاز. كان ردود الفعل، أنا ارتحت لأن أنا قدرت أوصل هوية الفلسطينية، الثقافة من خلال الفن الفلسطيني، حتى يتعرفوا علينا، يعني نوع من أنه في أسلوب، في أسلوب، في أساليب مختلفة في فلسطين، أنا أسلوب إضافي للأساليب اللي هم تعودوا عليها ويعرفوها. طبعا في أمامي كتير من الفنانين التشكيليين اللي أبدعوا على الساحات الخارجية قبلي، طبعا هم أساتذة بالنسبة لي، أستاذ إسماعيل شموط تحديدا والأستاذة تمام الأكحل، هدول يعني فنانين أعتز بهم ومعرفتهم وبأخوتهم، وإحنا تلاميذ لهم. كمان كان عرضي في بولندا له طعم خاص، لأنه كان العرض في أكاديمية الفنون في وارسو، وكان طبعا كل مدرسين الفنون ومدير المعهد مدير الأكاديمية، فكنت حاسة بسعادة أنه يعني أنا لا أختلف عن أي فنان في العالم، أسلوبي طرحي أن أملك أدواتي، وهذا الشيء أسعدني كثير من كلامهم، لأنه لم يعني حاولوا يكونوا صادق، حاولوا يكونوا صادقين معي، وهذا الشيء أسعدني كثير. و يعني حسيت أنه أنا يعني لما بعطي من ذاتي كفنانة، أنا بعطي لقضيتي ولشعبي ولتاريخي حتى كمان، وطبعا لحد الآن ما زلت ممتنة لهم. وبعد طبعا شاركت في صالون الخريف الفرنسي بدعوة من كان رئيس مجلس إدارة صالون الخريف، كنت قبلها شاركت في القاهرة مع قناة نيل الثقافية مع صالون الخريف، وأخذت أوسكار في هذا المعرض، وكانت اللوحة أو كانت مجموعة لوحات عن من أشعار الراحل الجميل الشاعر العظيم محمود درويش. طبعا يعني كانت لوحات أعتقد يعني بديت فيها مرحلة مراحل التشكيل أو الخلط بين المساحة اللونية وبين الخط العربي اللي هو من الكلام من قصائد الشاعر، واستمريت في فترة معقولة لحد الآن. بعدين في مرحلة أنا طبعا مش لازم أنساها أبدا، هي مرحلة الأسود والأبيض، اشتغلت فيها زمن كويس، والأسود والأبيض كانت تعبير عن الحالة اللي احنا بنعيشها كفلسطينيين، هي كانت جواي، فبالتالي أنا بطرح ما أحس فيه. أنا حسيت أنه في أسود لكن في أبيض كتير، في أبيض كتير في الجيل الجديد القادم، جيلكم أنتوا الفنانين الجايين الشباب الواعد، ولأنه أنا كمان عندي أمل باستمرار مهما كان سواد حالك، لكن هناك أمل، هناك نور، هناك نقاء، هناك قلوب نقية معطاءة، إن كان من خلال أي عمل أي إنسان ممكن يقوم فيه. لحد الآن أنا ما زلت
بشارك. طبعا شاركت في أكثر من سيمبوزيوم دولي، بتجيني دعوات خاصة، وكنت ضيف شرف في أكثر من معرض في القاهرة وخارج القاهرة. شاركت في مجموعة فنانين وفنانات في معرض في لندن، في هلسنكي، وفي في السويد أيضا، في ستوكهولم. لكن أنا بتكلم عن المعارض الخاصة، المعارض الخاصة اللي بعتز فيها كتير. معارضي في القاهرة، في بداياتي في القاهرة قبل ما أكون موظفة في القاهرة، لا، أيام ما كنت في تونس، غير البنالي، أنا شاركت أو كان لي ثلاث معارض في أتيلي القاهرة، وفي قاعة الدبلوماسيين كمان في الزمالك في شجرة الدر، كان لي معرضين. بعدين كان في أرت كورنر في الزمالك، أكثر من معرض في أماكن مختلفة. طبعا غير المشاركات، أو غير أنه يعني أنا كنت أنسق لمعارض فلسطينية مصرية على مدى سنين طويلة. عندي عديد جدا من المعارض، عديد من الجوائز، عديد من الميداليات اللي تمنح في البناليات تحديدا من القاهرة وبناء الإسكندرية، دول يعني أعتقد من أشهر البناليات العربية. بنالي الشارقة أيضا، بنالي بنغلاديش، مع أنه طبعا لوحاتي لحد الآن لم أسترجعها، إن كانت في الشارقة أو كانت في بنغلاديش. بعدين أنا تركت كم كبير من الأعمال في رام الله، في أكثر من قاعة كنت متطوعة في عرضهم بلا أي مقابل، وأعتقد في تم اقتناء مجموعة من لوحاتي عند أكثر من شخصية. هم طبعا عارفين لما بتكلم، إذا سمعوني يعني عارفين، طبعا مش هقول الأسماء. ولحد الآن ما زال في، أعتقد إلي لوحات تعرض في أكثر من قاعة، من قاعة عرض اللي موجودة عند زملاء لي في رام الله. شاركت في أكثر من معرض في غزة أيضا، كان في تواصل في مجموعة اسمها تواصل، عملنا معرض كان في دعوة لفنانين من تونس، من مصر، من اليمن، وأنا أخذت المجموعة من برا ودخلنا، رحنا فلسطين، رحنا غزة، وكان في ورشة عمل مميزة في غزة، وحتى يعني تعرف الفنان العربي على الشعب الفلسطيني عن قرب، وعلى الفن الفلسطيني، وعلى أن هناك تراث وتاريخ. شافوا أرضية كنيسة قديمة في غزة، شافوا أماكن تاريخية ودينية، ضريح هاشم عبد مناف، شافوا أماكن كتير في غزة كانوا مش متصورين أنه هاي الأماكن تكون في بقعة بسيطة من فلسطين. فطبعا يعني هل بقدر أحكي، لكن اللي بتمنى أنه لوحاتي أو أعمالي الفنية يعني تقدروا تشوفوها، هل هي مطابقة لما يعني ما ذكرت ولا لا. أتمنى أن أستمر بشغلي كي أكمل رسالتي الفنية على الصعيد الإنساني والفني.